وسيلة التواصل بين وبين الحكام المساعدين والحكم الرابع وأيضا حكم الفار وإطلاق صافرة بداية هذه المباراة عن طريق حلوة، ولكن فهد الهاجري على مرتين، ومن بعد ذلك الإنقاذ من محمد فريح، الهجوم المرتد السريع ما فيها تسلل، انطلاقة يروح فيها طه ياسين ولا يوسف ناصر، ضاعت من يوسف ناصر أول الفرص الحقيقية الخطيرة، طه ياسين بذل فيها مجهود كبير، يوسف ناصر انطلق وسرعة انطلاق كبيرة، ولكن الإنهاء طه ياسين، يا سلام معلم طه ياسين الخنيسي من تونس الشقيق، اللحظات الأخيرة في الدقيقة 90 أليكس ليما سجل هدف تقليص الفارق بالرأس، وفي الدقيقة 97 والآن الرأسية، الله طه ياسين، الله الله الله، نادي الكويت يضرب بقوة برأس طه ياسين الخنيسي في أول أهداف المباراة، قبل دقيقة ضاعت فرصة ليوسف ناصر، ولكن طه ياسين يعوض ذلك ويسجل هدف التفوق في الدقيقة السادسة، غاب لفترة طويلة عن نادي الكويت للإصابة من طه ياسين، تنقطع ترجع الكرة العرضية، السلام حلوة حلوة حلوة، والقائم القائم يحرم نادي الكويت من هدف ثاني، لعبة جميلة، مثلثات وتبريرات ثنائية قصيرة حلوة، وبالسلامة لعبد فهد الهاجري بلا تهاون، كرة طويلة سانغ بير تنقطع من امامه، الهجوم المرتد السريع، حلوة 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 حلوة، ولمسة بيده، طارد ولا انذار؟ طارد، لا زال غير مقتنع، هنا التبريرة البينية ما فيها تسلل، أخذها طه ياسين، هل لمسها بيده ولا لا؟ والله يعني هل بيده أم بصدره؟ أخذها بيده، ولكن هل اليد كانت ثابتة على الأرض ولا لا؟ هل متعمدة ولا لا؟ هل وضعية اليد صحيحة ولا لا؟ مشكور أيضا مخرجنا نواف الجماز على هذه اللقطة الواضحة جدا، والصورة خير دليل على يعني خير من ألف تعليق، بالنهاية الصورة واضحة وتبين هل هناك لمسة يد، يا سلام إعادة ثانية مهمة وواضحة تماما من مختلف الزوايا، ومن حكم اللقاء يؤيد قراره ويطرد حارس المرمى، ويعني الحكم رجع للفار للاطمئنان للتأكيد، ولكن خلاص الأمور يعني واضحة، ممكن الحارس ما كان متعمد صح، ولكن حرم الفريق المنافس من فرصة هدف وحقق تماما، اعتمد الطرد خلاص، وهنا اعتمد خطأ لنادي الكويت، خطأ لنادي الكويت، مسافة 22-23 يارد، ياسر عبري مرات حلوة، خدع فيها الحارس والجميع وخدعني معهم، ولكن الكرة تذهب إلى جوار القائم، لاعب ضد لاعب، لاعب ضد لاعب، ياسين عمري هيا، يا سلام حلوة، محمد فريح داخل المنطقة، يا سلام ضاعت، الله على هذه التبريرات القصيرة الحلوة، ولكن عبرو عبد الفتاح يعني ما هو راضي عن نفسه، ليش؟ لأن الكرة مثل ما نقول احنا بالكويتي نقول مقشرة، واضحة محمد فريح بالمليمتر، أكيد عنده الخلفية الكاملة لمثل هذه أيضا تدخل ثاني على التوالي، إنذار لعلي نادر، إنذار علي نادر، تدخلات قوية متتالية للسالمية، السلامة لعمرو عبد الفتاح اللي نتمنى له العودة والمشاركة في استاد نادي الكويت الرياضي، صور تزين
استاد نادي الكويت. محمد فريح بمهارة فردية خلصها بينية، طه ياسين يبحث عن ركلة جزاء، حكم اللقاء في إشارة بعدم وجود أي خطأ. الهجوم المرتد السريع للسالمية، فوز العتيبي في وسط الملعب. مبارك يتراجع فيها نظرا لأن زيادة العددية لنادي الكويت. أليكس ليما يتقدم في لعب طايح في أرضية الملعب، حكم اللقاء يوقف اللعب للتأكد من جمعة سعيد. الله على تحويل اللعب. مبارك الفنيني، مبارك يستلم صح، لاعب ضد لاعب يتقدم فيها، يلعب العرضية ولكن علي حسين في الإنقاذ وإبعاد الخطورة. ياسين عامري، علي حسين، كرة أمامية، محطة لعب جميلة جدا. يوسف ناصر، يا سلام على المغمض، يلعبها لياسين عامري والقائم مر بهذا القائم ومر بالقائم الثاني. ياسين عامري القائم اليمين والشمال يقف أمامه ويحرم من هدف ويحرم نادي الكويت من هدف ثاني في مرتين. هجمة مثل ما يقولون. تبريرة البينية مقطوعة. جمعة سعيد، وهناك خطأ لمصلحة جمعة سعيد والإنذار لفهد الهاجري. إنذار فهد الهاجري حكم اللقاء. يعني لحظة بلحظة المدرب من مملكة البحرين الشقيقة علي عاشور متابع للاعبين لحظة بلحظة في أرضية الملعب. الآن ياسين عامري ولكن تبعد في اللحظة الأخيرة. عمل جهد كبير جدا ولكن الإنقاذ يأتي، وهناك خطأ. حكم لقاء كريستوفر ينبه لاعب نادي الكويت. هنا الكرة الماضية، ياسين عامري أمامية. طه ياسين ترجع، عمرو عبد الفتاح يا سلام، وأيضا مقطوعة. علي حسين، يوسف ناصر لعلي حسين، يا سلام جميلة الكرة العرضية الآن لطه ياسين، ولكن الإنقاذ يأتي. نجوم المرتد السريع جمعة سعيد إلى فوز العتيبي. جمعة سعيد معه عدي الصيفي، لاعب ضد لاعب، لو مر خطرة يمر. مرت من أمام عدي كرة عرضية، الخطورة لا زالت مستمرة، ولكن ضار العتيبي من أعلى نقطة يأخذ الكرة ويعطي الاطمئنان والهدوء لنادي الكل. ولكن جمعة سعيد مرعب، لاعب ضد لاعب، مهارة، سرعة، قوة، ياخذ فهد الهاجري يمر، يلعبها عرضية بعرض المرمى لعدي الصيفي. محمد المشعل، انذار لجمعة سعيد اللي يجب عليه أن يهدأ. جمعة سعيد. خلاص. والله يعني جمعة سعيد دائما في مكان الحدث. نادي الكويت الرياضي. الضغط جميل، مهدي بن رحمة يتقدم فيها، مهدي بن رحمة تنقطع من أمامه. الهدوء مطلوب. خلاص لاعب طايح في أرضية الملعب، ايش لك فيه؟ يعني ملتمين اللاعبين حوالينا، يعني خلاص لاعب طايح، حي في حكم يحاسب بلنتي ما يحاسب بلنتي. الهدوء مطلوب بالتأكيد من اللاعبين. هنا الكرة الماضية، المهدي بن رحمة مر، تقدم داخل المنطقة، سانغ بير. هل هناك عرقلة؟ حتى لو في عرقلة خارج المنطقة في الكرة الماضية، ولكن يعني ربما حكم لقاء شاهد أو الفار. أيضا خطأ من فهد المجمد، وحكم لقاء رايح له، وإنذار وطارد. يعني يجب عليك أن تهدأ يا فهد المجمد، إنذار ثاني وطارد
لفهد المجمد بتدخل نقدر نقول عنه في تهور، تدخل في تهور في الدقيقة 59 من هذه المباراة. ثاني حالات الطرد في هذه المباراة للسالمية، انذار لفوز الاعتقاد. تصفق للحكم، حط انذار، حكم يتعامل بتنفيذ. عمرو عبد الفتاح الكرة العرضية، حارس المرمى عبد الله عيسى يخلص، ياسين عمري، ياسين عمري داخل المنطقة، تمثيل وانذار، تمثيل وانذار. الحكم صاحي تمام، يعني ما تأثر عليه الأحداث أبدا. المباراة سونغ بير في الكرة الماضية، علي حسين ينفذها سريعة، عمرو عبد الفتاح، عمرو عبد الفتاح بينية داخل المنطقة، تحضير وتسديد، ولكن أوه جول، ولكن هناك راية وتسلل، هناك راية، وياسين يقسم بأنها ليست بالتسلل، ولكن هناك فار وهناك راية وهناك صفارة والقرار عند حكم. هنا هنا لا مو هنا هنا، ويعتمد الهدف، يعتمد الهدف، طه ياسين هدف ثاني في هذه المباراة، جول ثاني لطه ياسين في هذه المواجهة، الهدف الأول في الدقيقة 6 والهدف الثاني الآن في الدقيقة 29 من شوط المباراة الثاني في الدقيقة 74. طه ياسين في الدقيقة 74. بلال عيفة استلم ويتقدم، بلال عيفة البينية، السلام أحمد الزنكي، كرة عرضية حلوة حلوة حلوة، محمد برهون، يا سلام، أول لمسة من محمد برهون تعانق شباك السالمية، والأمور خلاص افلتت في دفاع السالمية بعد النقص الكبير العددي. محمد برهون بهدف في الدقيقة 79، هدف ثالث لنادي الكويت، ومحمد برهون يا سلام على لعبة العتيبي، مقطوعة، هجوم سريع للانطلاقة، تسديدة، الله الله، بدر جمال يسجل هدف تقليص الفارق، ولكن وين بدر جمال يسجل هدف أول لفريقه، ولكن في الدقيقة 94 والحكم حسب 8 دقائق. عنده أيضا مشكلة في الهجمات القليلة اللي شنها السالمية، كان خطر فيها. جمعة سعيد لمهدي دشتي، ولكن لا زالت مهدي رأسية، أوه أليكس، أليكس العادة ما يضيع هذه الكرات، ولكن أليكس ليما هذه المرة مباشرة بيد الحارس ضاري العتيبي. آخر لنادي الكويت في الجناح الأيمن في هذه اللحظات. أعزائي المشاهدين الكرام من تلفزيون دولة الكويت والقناة الرياضية، إطلاق صافرة انتهاء هذه المواجهة بالنادي الكويت والسالمية في دوري زي الدرجة الممتازة.